نحن هنا في سوق مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. هذا السوق تعرض للقصف أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، لكن أعنفها كان الليلة الماضية، ونشاهد هنا حجم الدمار الكبير الذي لحق بالسوق المكتظ بالسكان وما زال مكتظا بالسكان. هذا أحد المطاعم الشهيرة الشعبية وسط المخيم، ونسأل صاحب هذا المطعم ما الذي حدث. تقريبا الساعة 7:30 غارت الطائرات الإسرائيلية في 4 غارات متتالية على اللي هو المكان في وسط اللي هو سوق النصيرات، وهناك كان ناس مقتضين في المكان. عند في المحل كان ناس كثير يشترون الفلافل، لأن في هنا بعض المدارس مليئة بالناس فيتخوتون من فول الفلافل لأنه أرخص شيء في عندنا في المعروف. الناس كانوا واقفين في المحل لما انضرب؟ صحيح، في ناس كانوا واقفين هنا. طبعا احنا عندها نظار فيها برضو فيها ناس، وفيها هذا برضو فيها ناس، كلها مليئة بالمواطنين الأبرياء والأطفال. فهذا صحيح أنه نعد هذه كارثة من العدو الصهيوني الذي يقوم بقصف البيوت على أهلها وفي الأسواق المليئة بالناس والأطفال والشيوخ والنساء. هذه تعد كارثة إنسانية في حق اليهود الظالمين. في عندكم إصابات شهداء؟ احنا في عندنا إصابات الحمد لله، 4 إصابات. طبعا في واحد إيده يعني يمكن فيها بتر، والباقيين إن شاء الله إصابات بسيطة خفيفة الحمد لله رب العالمين. وعلى باب المحل في شهداء أكيد؟ في واحد استشهد هنا على باب المحل في المنطقة هنا، على باب بالضبط. هاي دمه موجود هنا صحيح. والحمد لله رب العالمين، وفي ناس مرصت واصابت وواجهت الإسعافات. يعني واضح انه في استهداف للمخيم اكثر من مره، هذه ثالث او رابع مره يتم استهداف المخبز من جنب. اول حاجه المخبز قصف، هو يعني كان يعني الحمد لله رب العالمين في الليل ما بقاش في ناس فيه كثير، اما برضه في ورانا في يعني قصفت منطقه خفيفه فيها في المكان هنا، فيها منطقه زراعيه، فطب أثرت برضو على الناس كثير في الناس. الناس بعد القصف لسه طالعين، شو السبب؟ نعم الناس يعني طالعين لأنه بدهم يشوفوا إيش اللي بصير، لأنه هذا بدهم يأكلوا بدهم يشربوا، يعني الناس فيش أكل وشرب أصلا، الناس من الزهق بتطلع يعني برضه في نفس الوقت، يعني الناس بدها تأكل وتشرب. يعني المخابز بصل الطابور حوالي 200-300 متر، وهنا ما يصير يحقله على ربطة خبز، وعندنا برضه عندنا في المطعم من بصور الطابور هان بيجي 20-30 متر هاني برضه عشان يأخذ له بشكل أو 5 شكل فلافل عشان يطعم أولاده. المطعم خرج عن خدمة، يعني الناس اللي كانوا بيجوا بيشتروا من هنا مش راح يلاقوا الحين بالمره، الحين ما دخلوا خراب فوق وتحت وكله، يعني والحين في كل المكان انحرقين، والمواتير اللي عندي انحرقين فوق، والمحل كله نشرب. الحمد لله على سلامتكم. اذا هذه الصوره نشاهد هنا ايضا الاضرار التي لحقت بهذا المكان في مخيم النصيرات للاجئين. ليله قاسيه كانت عاشها سكان المنطقه الوسطى، خلفت اكثر من 100 شهيد وعدد كبير من الجرحى هنا فيها من هذه المنطقة، وبعض المنازل في مخيم البريج للاجئين ومدينة دير البلح ومخيمها. باسل خلف، التلفزيون العربي، من سوق مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.